السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة السيد سعيد بن إبراهيم البوسعيدي الموقر راعي حفلنا، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، شكرا جزيلا على حضوركم اليوم ودعمكم المستمر لنا، حيث نجتمع اليوم في حفل افتتاح القاعة النسائية المتعددة الأغراض ببندر الخريرة. تتكون هذه المنشأة من قاعتين، إحداهما للصلاة والأخرى لتعليم القرآن الكريم، كما تشتمل على مكتبة. حضورنا الكريم، خير ما نستهل به حفلنا الكريم هو تلاوة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ يحيى المسكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. صدق الله العظيم. أعزائي الحضور، افتتاح القاعة النسائية اليوم بقرية بندر الخيران يعد إنجاز جديد يضاف لقائمة مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها شركة سرايا بندر الجصة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. وحول المزيد من التفاصيل يسعدني أن أدعو الشيخ حمود بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة سرايا بندر الجصة للمنصة لإلقاء كلمته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد سعيد بن إبراهيم المساعدي نائب محافظ مسقط، راعي حفلنا الكريم، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، يسرني أن أرحب بكم في هذا اليوم وأشكركم على تفضلكم بالحضور لمشاركتنا هذه الاحتفالية الرمزية. حضورنا الكريم، نشهد اليوم إنجاز أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها شركة سرايا بندر الجصة من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المحلي، حيث تتنوع مساهمة الشركة ضمن برنامج مشاريع المسؤولية الاجتماعية لتشمل التعليم من خلال البعثات الدراسية والتدريب وبرنامج توزيع الطرود الرمضانية السنوي ومشاريع خدمية أخرى مختلفة. كذلك تساهم الشركة في مشاريع أخرى تخدم المجتمع بشكل عام من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، ويعتبر هذا المشروع أحد مساهمات الشركة ضمن هذا البرنامج. ونعمل حاليا على مجموعة متنوعة من المشاريع في قرى أخرى بولاية مسقط، حيث يتركز هذا البرنامج بالمناطق المحيطة بمشروع سرايا بندر الجصة، وذلك استنادا لمبادئ حسن الجوار. يعد مشروع القاعة ببندر الخيران مثالاً على تعاوننا مع المجتمع المحلي والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل إيجاد أفضل السبل لتلبية متطلبات هذه القرية الجميلة. ومن هذا المنطلق قررت إدارة الشركة إقامة هذا المشروع، والذي تم إنجازه بناء على توجيهات وزارة السياحة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المالكة لقطاع العرب، حيث تم دراسة أهمية واحتياج البيئة المحلية لمثل هذا المرفق الحيوي. بعدها بدأت الشركة بالتخطيط لتنفيذ هذا المشروع في منتصف عام 2011، وتم بدء بنائه في أغسطس من العام الماضي، واليوم نشهد افتتاحه، ونحن سعداء بشراكتنا مع الجهات الحكومية لإنجاز هذا المشروع. تبلغ المساحة الإجمالية للقاعة حوالي 275 متر مربع، وتم استيحاء تصميم القاعة من العمارة العمانية لكي تكون مركزاً لاحتضان المناسبات والأنشطة الاجتماعية والدينية والتعليمية. وتضم هذه القاعة غرفة للصلاة وغرفة لتدريس القرآن الكريم ومكتبة ومحل تجاري ومرافق خدمية أخرى. كذلك قامت الشركة بتجديد المسجد المجاور للقاعة بطلائه من الداخل والخارج بناء على طلب أهل القرية. في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد راعي حفلنا وأصحاب السعادة والأخوة الحضور لتكرمكم بحضور حفل الافتتاح، والشكر موصول لجميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للشيخ حمود بن سلطان الحسني على كلمته. لقد تم تصميم هذه القاعة لتوفر مساحة ومرافق متنوعة تلبي احتياجات المجتمع الاجتماعي. والآن ندعو الشيخ محمد بن سالم المعشري معلم القرآن الكريم بالمدرسة للتقدم على المنصة وإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إننا نرحب بسعادة السيد الجليل المطاع سعيد بن إبراهيم البوسعيد الموقر حفظه الله تعالى نائب محافظ مسقط وراعي الحفل بافتتاح القاعة المتعددة الأغراض بمنطقة بندر القيران بولاية مسقط، مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ومصلى للنساء. أيها الحضور والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب المقام المحمود المكرم الأكمل السلطان قابوس بن سعيد المعظم والأسرة المالكة حفظهم الله الكبير المتعالي وألبسهم حلل الجلال والكمال وأثنى عليهم في محكم الكتاب، حيث قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. وإلى كل من ساهم وسعى مادياً ومعنوياً في بناء هذا المشروع الذي أسس على تقوى من الله ورضوان، وهكذا وصف الله المؤمنين مع رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فإنني أثني أيضاً بخالص الشكر والتقدير لوزارة السياحة والموظفين بها مع الجهة المانحة المخلصة سرايا بندر القصة والموظفين بها بما بدأ